كاميرا تواصلية واسعة النطاق لصالح حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تحت شعار المساواة ليومك. اليوم جمعية اتحاد العمل النسائي وجمعية الإسبانية عايدة كينظموا حدث إطلاق حملة المساواة ليوليك. هي حملة الهدف منها هو نشر ثقافة المساواة وحقوق المرأة داخل المجتمع المغربي. في إطار هذه الحملة اشتغلنا مع العديد من الجامعات وكذلك المعاهد المختصة في التواصل وكذلك في الإعلام. اشتغلنا بالإضافة إلى ذلك مع العديد من الصحفيين اللي استفدوا معنا من تكوين حول مقاربة النوع وحقوق المرأة أيضا. وأخيراً اشتغلنا مع العديد من الشخصيات المعروفة في المجال الإعلامي وكذلك الفني في المغرب اللي شاركوا معنا بديكابسول فيديو سجلناهم معهم تحدثوا فيها على آرائهم حول وضعية المرأة داخل المغرب وتحدثوا فيها كذلك على مواقف وكذلك تجاربهم الشخصية. هاد لي كابسول فيديو غادي يتم النشر ديالهم خلال حملة 16 يوم من أجل محاربة العنف ضد النساء والفتيات اللي كتنطلق من اليوم السبت 25 نوفمبر وكتمتد حتى 10 ديسمبر. حملة المساواة ليوليك هي داخلة ضمن مشروع متحدات ومتحدون لأجل المساواة. هو مشروع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي ويتم إنجازه حاليا على مستوى العديد من الجهات في المغرب. هذا المشروع الهدف منه كذلك هو تعزيز ثقافة المساواة في المغرب، محاربة العنف وتمييز المبني على أساس الجنس، وكيعتمد أساسا على تعزيز العلاقات أو الروابط ما بين العديد من الجهات الفاعلة اللي هي المجتمع المدني والعديد من الجامعات وكذلك المؤسسات الحكومية. الهدف من هذه الحملة هو نشر قدر الإمكان ديال حقوق المرأة والأهمية ديالها داخل المجتمع ديالنا وكذلك محاربة لي بريجوجي أو لي ستيريوتيب سكسيست اللي منتشرة عندنا داخل المجتمع واللي كنقدروا نشوفوهم مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي على شكل مثلا صور كيتم التداول ديالها مثلا في واتساب، يعني من خلال المجهودات ديالنا وبالضبط من خلال واحد المباراة اللي احنا في طور التنظيم ديالها اللي فائدة طلبة الإعلام والتواصل يعني بالاشتراك مع العديد من المعاهد المختصة في هذا المجال، غادي نعاونوا هاد الطلبة ينجزوا العديد من الكونتوني أو المحتويات اللي كتحارب هاد النوع ديال الأمور اللي هي يعني سائدة عندنا بزاف في المجتمع ديالنا. يعني الهدف الأسمى ديالنا هو كيبقى نشر ثقافة المساواة والإسهام ولو قليلا بالأنشطة اللي كنظموا في رفع مستوى الوعي العام حول هذا الموضوع ديال المرأة.